رايك في أسئلة اليوم يا مشاري؟ صراحة يعني حلو جميل. ايه الديكوريشن ماله حلو. يا سلام. يعني لطيف. طيب يعني تبيني ارفع الليفل اعلى شوي؟ ارفع ارفع. متأكد انت؟ هي خضراح انت يا الله اللي معك جالسين يفوزونك. شوف انا ترى صاير عيني اليمين ترمش من نفسها ليش ما ادري لها فترة كذا. يقولك اذا عينك ترمش يعني بتشوف احد تحبه. يعني يا ايلين اذا قامت ترمش عيني هذا الدليل اني بشوف احد احبه؟ ايه هذا اليمنى. طيب واذا اليسرى عدوي؟ معناته انك تحبني يا مشاري. اقول تحبه وما قلت لنا يا مشاري؟ شكله والله ما تدري. ما ادري احسها خرافات ذي ما لها دخل. خرافات؟ ايه يقولون خرافات. حنا ما نكبنا غير يقولون. حنا لو نسلم من يقولون عز الله ان بنسلم.